حريق بسيط ماهوش يعني كبير، وقع صباح اليوم هنا في هذا المكان الذي هو مخصوص للأوراق التي ترمى هنا في هذا المكان. وفي الحقيقة هذا المكان كنا تكلمنا باش نبدلوه من الوحوش، وفي هذا ما نخلوش النفايات والأوراق المرميات توضع في هذا المكان، لأنه مكان خطير يعني في الحقيقة. دخل الموظفين ولا سيما الموظفين تاع البلدية الحراس وكل شيء هم اللي بالماء وبالكسموه، وحتى مساعدة من طرف المواطنين. قبل مجيء الحماية المدنية كان الأمر قد انتهى. والحمد لله جنبنا كارثة، جنبناها بفعل اليقظة تاع العمال وتاع السادة المسؤولين هنا في البلدية. واليوم دخلنا الجماعة، جبنا الجماعة تاعنا بعد الاستنجاد، استنجدوا الناس بالحماية المدنية وبالأعوان تاع المؤسسة الولائية للنظافة باش نقوا هذا المكان. و اون فا إليميني كاريمون هذا البوان، هذا راهم دايرينها بوان دو كوليكت ولا دو ستوكاج تاع ديشي بابي.